كوب عجينة كنافة، 2 كوب ونص فستق حلبي، 3 ارباع كوب سكر ناعم، 3 معالق كبيرة زبدة، و3 معالق كبيرة ماء زهر، 3 معالق كبيرة ماء ورد، 3 معالق كبيرة قطر، ومعلقة صغيرة هيل مطحون. للقشطة بنحتاج 8 أكواب حليب، نص كوب خل، 4 أكواب حليب سائل، كوب سكر خشن، ونص كوب نشا، ونص كوب رز مطحون المفروكة. تمام، هلا أول إشي بدنا نحمص. أتوقع إني ما عمري ذقتها. إشي كتير زاكي، عشان هيك مش قادرة. هلا مثلك واحدة صغيرة هالقد. أوكي ممتاز. هلا بتشوفيها. هلا أول إشي بحط على النار عجينة الكنافة. هلا عجينة الكنافة متوفرة بمحلات الكنافة، ومرات بردوش يبيعوكي. إذا ما رضوا يبيعوكي موجودة بالسوبر ماركت محطوطة مع العجاين، جنب عجينة الرقائق وجنب عجينة البقلاوة موجودة. متوفرة في كل، يعني حتى أنا انتبهت إنها موجودة بالسوبر ماركتات الصغار. تمام. بدنا نحمصها، ما بدنا نقليها، بس بدنا هيك شوية تحميص عشان ما تعجن معنا ونحن بنفركها. حطينا هون 8 كاسات حليب، وحطينا عليهم نص كاسة خل، وخليناه يغلي. لما غلي وخلص، يعني لما 8 كاسات حليب وبس غلي، ولا قبل حطينا الخل؟ لا، بنحطهم مع بعض، نخليهم يغلوا، بنفصل عن بعض، وبصير عندنا القشطة هيها. شو محلاها هيها القشطة بدنا نخلينا اطولها صحن ونحطها. سوري، بعد اذنك. اوكي، بنحط الخل ونخليه يغلي ونفصل. ويفصل، بعدين من طول القشطة بنصفيها. عادة أنا يا بصفيها بمصفاية، بحط ورق شاش، بس فيش داعي بهاي الوصفة إنه تكون كتير مصفية. هلا بتشوفي ليش. فحطينا 8 كاسات حليب مع نص كاسة خل، وخلناهم لفصل تماما زي ما أنتم شايفين، وصار عندي هاي القشطة. بحس إنه أتأكد إنها نشفت، بدنا إياها بس تنشف عشان ما تعجن معنا ونحن نعمل العجينة. تمام. هلا خليها تبرد شوي. قبل ما تبرد شوي بدنا نعمل المهلبية. المهلبية عبارة عن 4 كاسات حليب، بدنا نحط عليهم نص كوب او كوب سكر حسب انتم قديش تحبوها حلوة. انا اليوم حاطة كوب، بنحركه بالحليب، بس نبطل نسمع صوت السكر معناته السكر داب. بنزيد النشا والرز المطحون. إذا بدنا إياه ما يكزبر النشا والسكر، هو يفضل عشان ما يكزبر النشا والرز المطحون، ناخذ شوي من الحليب ومندوبه هون عشان ما تتغلبوا. نطحن عجينة الكنافة، نحطها كلها أو بنفركها ولا لا؟ لازم تطحن. يعني الفرق يعني إنه بالإيد، إذا معناش هاي الماكينة شوي صعب. أوكي. بنطحن. هلا طحناها على الاخير زي ما انتم شايفين هيها. على الاخر بنحط الفستق الحلبي وبرضه نطحن. بدها كميه فستق، كأكوبين ونص. بعدين بنحط السكر الناعم. احنا عم نحط كل واحد لحال عشان نتطمن انه كل شيء انطحن تماما، يعني مش خشن، ناعم. لازم هذا سكر ناعم، هو الهدف منه انه يدبق العجين. أوكي. يحليها وتخليها شقفه واحده. هلا بدنا نحط الزبده وماء الورد وماء الزهر، وما تخافوا 3 معالق، وهدول والماء الورد 3 معالق ما تهتلوهم ولا يا دوب يبينوا، وماء الزهر 3 معالق يعني نص، 3 معالق كبار يعني نص. لا ايش النص يعني؟ نص اصبع. لا، المعلقه 200 جرام، 20 جرام، الاصبع 100 جرام، يعني اصبع وشوي. اصبع وشوي، نص اصبع وشوي. نص 3 ارباع زي ما حكى رامي متبع لنا. 3 قطر، 3 معالق خلص. قطر. بليز لو سمحتي. صارت مهلبية صح؟ خلص. يس. حطيت 3 أنا صح؟ وهلا بنرجع نخلطهم مع بعض ليصيروا عجين. بس أحط شوية هيل، نتفت هيل، بدي إياها تعطيني طعم خفيف مش تعطيني طعم قوي، ماش نغير طعم المفروكة. أحمد القادري، هيني نحط القشطة على المهلبية. تمام؟ صفيتها قد ما بقدر، بحطها على المهلبية. بعدين بدنا نشوف العجين. هدي الصينية اللي بدي اعمل فيها ايش؟ الصينية اللي بدي اعمل فيها مفروكة بدي ادهنها بشوية زبدة. اوكي، هلا احنا حطينا القشطة على المهلبية. حطينا القشطة على المهلبية، هلا بنحركها. انا مكترة الزبدة بس
ندهن الصحن بشوية زبدة أو سمنة عشان لما نسحبها ما تلزق. ننزلها. وقيم هاي دائما ديروا بالكم هاي بتخوف. حتى لما تجدوها انتبهوا. بتخوف كثير. هاي العجين. نكبسها، خلي جنبنا أي شغلة فيها شوية مي عشان ما تلزق. هلا طبعا هاي العجين بتنشف، بتصير أقسى شوي بالثلاجة. نحط العجين من تحت، بعدين بندير القشطة. هلا بيقدروا يعملوا المهلبيه زي ما عملناها بس من غير ما يضيفوا القشطه، هم طبعا هذا برجع لهم، بس انا بنصح انهم يجربوها على هاي الطريقه، كثير بتطلع اسكى، بتطلع زي تبعت نشتريها جاهزه. خلينا نحركهم مع بعض. هلا هاي القشطه بتصير شقفه واحده بالثلاجه بس تبرد، تمسك. شايفه دانا هيك صارت اوكي، من تحت مبين انه في فستق. انا خصوصي عملته بقزاز عشان هذا. هلا اجيب لكم اللي جاهزه لانه هاي صعب، هلا نغطيها بنوديها على الثلاجه. اوكي، هاي وين بتنحط؟ بالثلاجه. اوكي، فيش فرن وفيش خبيز ولا شيء. بدها وقت كثير حتى لا تقدم؟ لا لا، يعني ساعه ساعه ونص تكون جاهزه. شوفي ما احلى منظرها. هاي تشيز كيك المفروكة. تشيز كيك المفروكة، بس نحن قبل ما نقيمها أنا ولا بصير بعد، بس بنحط لها الغلاف تبعها. هلا أنا مديت عجينة المفروكة، استعملت ورق أرزية اللي هو واكس بيبر. هيو اوكي، هذا ايش رح تعملي فيه؟ كثير صبايا بيسالوا انه بيقولوا لي فيش ورق زبده بالسوق. في ورق زبده بالسوق بس مش مكتوب عليه ورق زبده. اسمه واكس بيبر. اوكي، ورق الشمع يعني. اوكي اوكي تمام. أوكي. هيو موجود، استعملته فردت العجين بين طبقتين. هلا احنا حكينا كيف عملنا العجينه. اللي خفقناها هون، حطينا فستق وعجينه الكنافه. لا قصدي انه الطبقه هاي. أنه طبقة؟ قولي. هاي اللي عم تعجني فيها. هي هاي بقية الوجه. أوكي. بس أنا نشفتها شوي أكثر إذا هم حابين يعملوها. هلا هاي بتزبط لأنه بالبايركس بكل سهولة بتمديها. بس إذا بدك تعملي زيي هيك بدك شوي تنشفيها أكثر، يعني بدها تكون الزبدة أقل معلقة. هاي لطريقة تقديم ثانية يعني الزبدة بتكون أقل معلقة والقطر أقل معلقة، بس باقي الأشياء زي ما هم. بعدين بتشيلي مثلا زي هيك بالتعيري. تمام، بنقصها على قد هاي. يا رب تطلع معنا شقفة واحدة رائعة تنحط على الوجه. شوفي ما أحلى محلاها. هي مفروكتنا صارت جاهزة